ازيكم يا جدعان، رجعنا لكم في فيديو جديد. فكره فيديو النهارده ان انا وجرجس بنتحدى بعض على 30 قطعه كنتاكي، ان انا لو خسرت هيتعمل فيا عقاب من العقوبات اللي انتوا بتكتبوها في الكومنتات، ولو جرجس خسر هيتعمل فيه نفس الكلام، ولو احنا الاثنين خسرنا احنا الاثنين هيتعمل فينا عقوبات من الكومنتات بتاعتك. فاكتر واحد هيكتب عقاب حلو والناس تدوس له لايك طلع الكومنت بتاعه الفيديو الجاي. زي في حد كان كاتب عقاب عجبني بس في فيديو فات، لو انتوا الاثنين خسرتوا خيطوا هدومكم ببعض واربطوا نفسكم ببعض لمده 24 ساعه. دوس لايك وما تنساش تشترك في القناه، حاول الزرار الاحمر للزرار الرصاصي وخلي الجرس يبقى شكله كده جنبيه شرطتين. الفيديو ده لو وصل 60,000 لايك هنعمل تحدي ان احنا ناكل منيو كامل، ولازم ناكل. ودلوقتي هننزل نجيب كنتاكي، يلا بينا. طب ثانيه والله خدها ذكرى، ده ايام الشعر يا في ناس كتير بتتصور مع جرجس، مفيش حد حرفيا بيتصور معايا، يسلموا على جرجس وما يسلموش عليا، يا اما هم مش متعرفين عليا. احنا مش عارفين نصور حاجة عشان بدلني عشان الكوبي رايت. طالبين كمان عرض اللي هو 9 قطع على اللي معاه 20 قطعة. ايه ده بجد؟ يعني اوريدي 30 قطعة. يا 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 ايوه 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 لا ما تسرحش. استغربت صح؟ تقريبا كنت بتعمل خناقه في الحمام. اسمك ايه؟ عند كنتاكي كده في الشارع، لقينا حوالي 15 واحد داخلين علينا، قلنا بس دي حفله ومدرسه وطالعين يتصوروا كده، فلقيتهم كلهم بيقولوا احنا جايين نتصور مش معاك، احنا جايين نتصور بالاكل معاك، اللي هو فاهمين؟ فالناس لا بتاعتنا لا في حد الناس بتاعتنا رايقه فشخ. في حد جه يتصور ده بحقيقي، اتصور معايا، بقول له مش هتصور مع رامي ولا ايه؟ فبيقول لي لا ده ميه ساقعه. ده حصل لا وبيتكلم بجد، لا ده ميه ساقعه فاهم خلاص. حصلت 3 مرات مش هتصور معاه. لا وبالذات البنت مع بتاع مقلب ميه ساقعه. هما كده هيتلخبطوا على فكره، انا بقول فيكس وانت بقول فيكس. لا بس انا اقرع وانت مش هقرع. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تدوس لايك لو انتوا عجبكم التحديات دي، مثلا تعالى نوصل التحدي ده 50 60 الف لايك، شجعونا ان احنا نعمل تحديات. احنا ما بنعملش تحديات بسبب ان احنا بنحس ان ايه هي ما بتعجبكم بس ما بتدوسوش عليها لايك، فاحنا يبقى هي مش بتعجبك. انا جوعت فشخ. اهم حاجه بقى مفيش اهم من ده، لو انت هنا جديد في القناه اول مره تشوفنا اشترك في القناه، تحت الفيديو هتلاقي زرار اشتراك لونه احمر، دوس عليه هيبقى لونه رصاصي. واللي مش مشترك ومشغل الجرس لازم 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 تخلي شكل الجرس شكله كده. شنطه ساحت من كتر الميه اللي هو فاهم سخونيه اوفر. صح صح صح. تي قبل ما نبدا الفيديو في فيديو نزلناه على قناه وولفكس عباره عن ستوري اسئله ليها علاقه بالميرش، بما اننا ما عملناش فيديو اسئله بقى لنا كتير قوي، ما عملنا احنا ما عملناش اصلا. صح ما عملناش اصلا. هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، اكتبوا وولفكس وهتلاقوا القناه. البطاطس مش مقرمشه. توينز ريفيور. النهارده عايزين ناكل. بصوا دول 30 قطعه ما شاء الله، شكلنا كده هنخسر. احنا لو ما عرفناش نخلص دول انتوا هتحكموا علينا في حاجه، اكتبوا انتوا الحاجه دي ايه هي في الكومنتات. بس ده لو خسرنا. اوه العيش طري فشخ، اول مره يعملوها كنتاكي. بحس الكروستو ده بامانه بامانه عرفت طعم زكروم بالميكسي. هزيلك هزيلي انت واحده. خد لي 4 5 6. ايه ده؟ هي دي قطعة؟ ايه ده؟ ايه ده فعلا؟ لا هي دي قطعة؟ ده انا يا دوبك احطها في بقي اطلعها عظمة. ليه اتنين؟ فراخ سخنة فشخ. يا ابني ما ابتديناش. مؤاخذة يا مرش. يلا 1 2 3. حلوة فشخ. عايش والله. بس طعمها زخام. دي كده تاني قطعة؟ بس انا قوي ايه ده؟ ده حاطين حياتي احو. نعم بس خلطه حلوه. تقريبا الحبه اللي كانوا القطع الصغيره عوضوها في القطع اللي انا ماسكها احو. تاني قطع مش بتاعت بعام. انا خلصت بتاع ده. انا مالك عشان ما تتعبش، الدباحين ما بيتعبوا. انت ليه حسستني ان انا بره الدباحين؟ ما ساعة طلعت ما رضوش يتصوروا معايا عشان انا بتاع مقلب ما الساعة. وات؟ اهدى شوية، هي مش باللي ياكل اسرع، باللي يخلص، انت مش تقدر تخلص، اهدى بقى.
التالتة خلصت قلبي. اوه انت في التالتة ولا الرابعة؟ الرابعة. ايه ده؟ ايه اخر الرابعة؟ تاكل الجل؟ اتقل اسخن وهجيلك. الفراخ دي فيها حاجة بالعيش؟ بالبيبس؟ ناكل ده كله؟ كله. اختاروا العقاب من دلوقتي. هو انا ممكن اعمل اكسشينج قطع، ابدل قطع معاك. انا كده كده ايه ساقم، فاروق على نفسي بقى، احط كاتشب وولع الدنيا براحتي يعني. هي الفراخ كنتاكي حلوة، بس انت لو جيت شلت الجلد كأنك خروف وشلت منه الشعر بتاعه لقيته فار حرفيا. على فكره بيحط بيكم باودر عشان الفرخه تنفش وتديك حاجه. لو انت نفسك في الاكله دي تدوس لايك. وانت اللي ضربت البيضه دي في كذا عليهم كده هنا يا عم. بسكت القطعه دي ما كانتش هنا والله. لا يا ابني خبطتك بالقطعه كده كده. لو خميت تعرف عني ان انا بخم في تحديات. فلاش باك. يلا بينا. بص 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 الفرخه قد ايه تمام. شيل الجل. بص الحجم ما بقتش حاجه اهو، العظمه اهو. يا نهار اسود يا جدعان. واحد خسر والتاني كسب، حددوا عقاب ويكون غشيم قوي يتعمل في فيديو تاني. خلوا العقابات خلوها لو خيروه تشرب خل ولا تاكل شطه. فكرة انت اكلت من الثلاث معالق ده. الحته دي بقى مليانه فراخ جامد. يا نهار اسود. لا دي مليانه اكتر. جامد جامد جامد. معاك. فين؟ فين من المعالق تاني؟ بص اصلا في ثلاث معالق هو كان منهم. طب واحده بقى. خد بالك انا باصص عليك. تمام. I look at you. هو انا لو لقيت يا جرجس فراخ مش متاكله كويس هتاكلها. انا رحست الفراخ. العيش ناشف شويه. ربنا يطب طوعك. يا ابني معلقتك خدها من هنا. انت اجي تستمع القطع الكبيره دي والله. حسبت انها بونص طلعت قطعه. واحد اثنين ثلاثه. فين الرابعه؟ يا تلتو موجودة ما بعمل ايه؟ طب والله خمان انا عملتش الفيديو، فانا لو شفته هيكون التحدي خلص. فعايزكم تكتبوا جرجس حرامي خمام بتاع مقالب ميه ساقعة. ايه انت هتديني لقبة وانت بتمنتش الفيديو مش تلاقيني متخمم في اي حاجة. سبب يا دباح مانجا وتفاح. تدوس لايك تبقى مرتاح. تدوس لايك تبقى مرتاح. قصت يعني ميزه كمان. ياه. طب هلعب بيت بوكس ماشي؟ لو لعبت بيت بوكس بطأ شويه. لو عجبك. ماشي. انا بقى ايه؟ بيت بوكس افكر بس ايه اللي هو بتواضع اللي هو انت اللي هقلد لك بتاعتك. هي جرشت في الاخر. جامد. اعملها بقى. فاخر ولا مش فاخر؟ فاجر. اقعد بقى رايح ربع ساعة وسلمني على حنجرتك. هي بتطلع عندي بصوت عالي ما بتجرحش الزور. اي حد يجي يعملها تلاقيه يجي عند ما انا خدت بالي عشان انا دباح. احنا خسرنا يا جماعة. وانت لسه اكلت ولا ايه؟ يعني عايزين ايه في الفيديو هتبتدي؟ انا واكل 8 قطع. 8 ايه؟ اول قطعة، تاني قطعة، تالت قطعة. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ رابع قطعة، خامس قطعة، سادس قطعة،
ايه ده؟ انا واكل اكتر من سبعه قدامك صح؟ يبقى انا عديت غلط. لا ما بقول لك ايه؟ عديت. طب خد قطعه. حق الله حق الله. خد قطعه. اسمع مني. ماشي ماشي ماشي. خدت قطعه. خد قطعه كده. انت معاك كام؟ ثلاثه. يوستيل خسران برضو. يعني انت زي ما انت خسران ما فرقتش والله. يوستيل خسران برضو. طب يا جماعه احنا خسرنا احنا الاثنين بس برضو نفضل ان احنا كنا كتير شويه بصراحه. انت واكل سبعه انا واكل تسعه. ايوه انا واكل سبعه وانت واكل تسعه. 15 قطعه كنتاكي. لا ما حدش يقدر ياكل 15 قطعه كنتاكي الا بقى طبعا لو عامل تحدي على اربع ايام كل شويه ياكل ويرجع كل شويه ياكل ويرجع. دي معلقتك صح؟ عايز بقى اقول لك الخطيره. امسك بقى معلقتك. انا معلقتي ما اكلتش منها اصلا. انا اصلا لما كنت شبح كنت باكل اربعه لا ثلاثة بصراحة. فأنا أكلت سبعة وهو واكل تسعة. مع إني والله حاسس إن هو خمام. أهم حاجة ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو عشان أنتوا لما بتدوسوا لايك للفيديو بيحمسنا إن إحنا ننزل فيديو. ما تعرفوش قد إيه اللايك ده بيفرق مع واحد اللي هو إيه ده؟ إحنا جبنا لايكات كتير. لا إحنا لازم ننزل فيديو تاني. الناس دست وعملت اللي إحنا كنا عاوزينه. ما تعرفوش الحتة دي بتفرق قوي. فخلونا بس نوصل الفيديو ده 50,000 لايك في يوم أو يومين بالكتير. باللي لح هتلاقوا بعدها فيديو على طول نزل. اهم حاجه الناس اللي هتكتب عقوبات اكتبوا عقوبات غشيمه. بصوا بيتكلم عامل ازاي. انا علشان احنا ما بنعملش عقوبات تعبان بس اوريدي لو نزلناه ممكن يمسحوا اليوتيوب. بيمسحوا كل العقوبات والمقالب. اشوف كل فيديو جاي. سلام.